أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من ليبيا الأحرار وأبرز ما فيها. وسط الترحيب الدولي والإقليمي، دبيبة يعلن عزمه تشكيل حكومة تكنوقراط في غضون 3 أسابيع. وبالتزامن مع مطالب اللجنة العسكرية بسحب المرتزقة، أهالي هون يحتجون ويطالبون بخروجهم من المدينة. اللجنة العليا تؤكد حجز 2,800,000 جرعة من لقاح كورونا وترجع تأخره إلى الطلب العالمي عليه. أهلا بكم من جديد. كشف رئيس الحكومة المنتخبة عبد الحميد دبيبة عن عزمه تشكيل حكومته في غضون 3 أسابيع، مشيرا إلى أنها ستكون حكومة تكنوقراط. وأفاد دبيبة في تصريحات لوكالة الأناضول بإمكانية الاستعانة بوزراء من الحكومة السابقة ضمن حكومته، منوها إلى أنه سيكون هناك تمثيل عادل للشعب الليبي بجميع مناطقه وجميع مكوناته. ورجح دبيبة الموافقة على تشكيلة حكومته من قبل البرلمان في طبرق، مشيرا إلى أن أولوياته هي التعامل مع وباء كورونا والاهتمام بالأزمات كأزمات قطاع الخدمات كقطاع الكهرباء والصحة، بالإضافة إلى ملف المصالحة الوطنية، مؤكدا سعيه للعمل على تقريب وجهات النظر إلى أبعد الحدود لدخول الانتخابات بشكل موحد ودون عنف وحروب وحساسية بين المدن وفق تعبيره. هذا ورحب مجلس النواب بطرابلس بمخرجات ملتقى الحوار السياسي والتوافق الذي جرى بين المشاركين في هذا الحوار. من جهتها، باركت المفوضية العليا للانتخابات إعادة تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة الممهدة لإجراء انتخابات أواخر هذا العام، مؤكدة استعدادها وجاهزيتها للإيفاء بمهامها التي أوكلها لها الإعلان الدستوري وتنفيذ انتخابات ترقى لتوقعات الليبيين وآمالهم. يتواصل الترحيب بمخرجات جنيف ودعم المجلس الرئاسي الجديد بقيادة المنفي وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة دبيبة من أغلب الأطراف السياسية والجهات المسؤولة في ليبيا، الأمر الذي قد يساهم في استقرار البلاد بعد حالة التشظي التي مرت بها. وفي أول تعليق له حول مخرجات جنيف، رحب مجلس النواب بطرابلس بهذه الخطوة، وطالب رئيس المجلس حمودة سيالة في بيان له السبت أعضاء المجلس من جميع أنحاء البلاد بالالتحاق بمقر المجلس في طرابلس، وذلك لمنح الحكومة المزمع تشكيلها الثقة ومراقبة عملها. طوينا صفحة من الماضي، ويجب على الأطراف كلها أن تجتمع في طرابلس هنا، ومن ضمن هؤلاء طبعا أعضاء مجلس النواب للتصديق على هذه المخرجات وإنجاز، أعني بشكل مباشر السادة النواب أعضاء مجلس النواب، لإنجاز الاستحقاقات اللازمة لمنح هذه الحكومة الثقة. ومن جهتها، باركت المفوضية العليا للانتخابات إعادة تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة الممهدة لإجراء انتخابات أواخر هذا العام، مؤكدة استعدادها وجاهزيتها للإيفاء بمهامها التي أوكلها إليها الإعلان الدستوري وتنفيذ انتخابات ترقى لتوقعات الليبيين وآمالهم. التفاهمات والتقارب في وجهات النظر فيما يبدو لم تقتصر على المؤسسات المدنية فحسب، حيث رحبت اللجنة العسكرية 5+5 بنتائج ملتقى الحوار السياسي تزامنا مع انتهاء اجتماعات الجولة 7 من مباحثاتها التي جرت في سرت، معلنة تقدما في مسارها والبدء الفعلي في نزع الألغام ومخلفات الحرب خلال 2 أسبوع، تمهيدا لفتح الطريق الساحلي وإحراز المزيد من الإنجاز في ملف الأسرى، بالإضافة إلى ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب. الناطق باسم ميليشيات حفتر أحمد المسماري أعرب عن ترحيب قيادته بمؤتمر جنيف، وأشاد بالجهود التي بذلتها المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، آملا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة تقديم الخدمات للمواطنين وتهيئة البلاد للذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل. القيادة العامة تتقدم بالتهنئة للشخصيات الوطنية
لتم انتخابها لشغل مقام المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي ورئيس الحكومة الوطنية السيد عبد الحميد دبيبة. إجماع على مباركة مخرجات جنيف وانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة من عدة جهات فاعلة في البلاد كانت يوما تتبادل الاتهامات بشأن تقويض العملية السياسية والمسار السلمي، تطور يرفع سقف الآمال عند الليبيين وكل المهتمين بالأوضاع في البلاد. فالطريق نحو الانتخابات وتخطي المراحل الانتقالية بات أكثر وضوحا، وكل المطلوب الآن هو صدق النوايا وترجمة جميع التصريحات المرحبة بالعمل على تمهيد الطريق أمام السلطات الجديدة. وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية مشاهدينا من نصرات رئيس المكتب السياسي لحزب التغيير أحمد بن رجب. أهلا بك سيد أحمد. إذن دعنا نبدأ من تصريحات رئيس الحكومة المتعلقة بأن هذه الحكومة ستكون حكومة تكنوقراط. هل التقسيم الديموغرافي القبلي المناطقي في ليبيا يسمح فعلا بأن تكون حكومتها حكومة تكنوقراط؟ هل هذا فعلا ممكن؟ أهلا وسهلا بك أستاذة خديجة، وتحية طيبة لك ولجميع مشاهدي قناة ليبيا الأحرار. نعم، الآن التشكيلة الحكومة القادمة برئاسة السيد عبد الحميد الدبيبة يستطيع من كل المناطق والتوزيع الديموغرافي كما ذكرتي أن يجد شخصيات لها خبرة ولها إمكانيات تستطيع أن تؤدي وظيفتها على أعلى قدر وبمسؤولية كاملة تجاه الشعب الليبي والمواطن الليبي أينما كان. يعني إذا حكومة يجب أن تكون حكومة توافقية فلا بد أن تكون من جميع مناطق ليبيا ولا يستثنى أي مدينة أو منطقة من هذه. لا نقول ذلك بأن تكون هذه الحكومة حكومة كبيرة جدا لتشمل مناطق ليبيا، لكن تضمن التوزيع الديموغرافي لمناطق ليبيا. لكن المعيار الأول والأساسي لهذه الشخصيات يجب أن يكون على حسب الخبرة والكفاءة والإمكانيات والقدرات لتقديم أفضل الخدمات وحل الأزمات التي يعاني منها المواطن الليبي. طيب، هذا فيما يتعلق ب يعني المشكلين لهذه الحكومة. ماذا عن التوقيت؟ دبيبة تحدث عن أن حكومته سيتم تشكيلها في غضون 3 أسابيع. يعني وسط التحديات التي يواجهونها حاليا، هل هذا فعلا ممكن؟ نعم، من الممكن جدا، بما أن هذه القائمة التي تتكون من المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة قائمة توافقية والجميع رحب بها دوليا ومحليا، فالأمر يمكن أن يكون ممهد أمام هذه الحكومة لتتشكل في خلال 3 أسابيع القادمة وممكن حتى أقل نستطيع القول. نعم. طيب، إمكانية استعانة بوزراء من الحكومة السابقة ضمن حكومته كما قال في تصريحاته الأخيرة، هل من الممكن أن تكون هذه النقطة نقطة إشكالية في حد ذاتها؟ لا أعتقد أنها تكون أشكالية أو تسبب عوائق أمام هذه الحكومة، لأن المعيار يجب أن يكون واضح. الشخصيات أو الذين سوف يأتون في هذه الحكومة يجب أن يكونوا على قدر كاف من الخبرة وأثبتوا نفسهم. إذا كان يوجد شخصيات في الحكومة السابقة حكومة الوفاق الوطني أو غيرها لديهم الخبرة وأثبتوا جدارتهم على الأرض وقدموا خدمات للمواطن بشكل فعلي وواضح، لا بأس أن يأتوا من جديد. فهذا شيء نراه أنه لا يمكن أن نقصيهم أو نتجنبهم، لكن المعيار يظل هو خبرتهم وإمكانيتهم على الأداء في هذه المرحلة. يعني إذا تحدثنا عن ربما التحديات، أو ليس فقط من أهم التحديات وإنما أهم تحدي للحكومة الجديدة وتشكيل هذه الحكومة الجديدة، المنطقة الشرقية كما يراها البعض. دبيبة أكد أنه سيكون هناك تمثيل عادل للشعب الليبي بجميع مكوناته وأيضا مناطقه. هل هذا سيكون كافي للمنطقة الشرقية للالتفاف إن صح التعبير حول هذه الحكومة الجديدة؟ المنطقة الشرقية جزء لا يتجزأ من ليبيا واحدة. نعم، هناك خبرات وهناك شخصيات في المنطقة الشرقية لديهم الإمكانيات
أن يكونوا في هذه الحكومة، بما يحدث توافق ونوع من الأريحية في العمل. وهذه التشكيلة، تشكيلة السلطة التنفيذية القادمة، لاقت قبول من جميع الأطراف، حتى الأطراف المناوئة رحبت بها واستطاعت أن تعطي نوع من الأريحية لاستقبالها والتعامل معها بشكل مطلق. ذلك ما صرحوا به وما كان واضح في تصريحاتهم، لكن ذلك شيء يمكن أن يكون فيه نوع من الحذر في التعامل معهم. لدينا وزارة الدفاع ولدينا وزارة الخارجية، هاتين الوزارتين يمكن أن يكون فيه هناك تشاور بين المجلس الرئاسي برئاسة السيد محمد المنفي والحكومة ورئاسة الحكومة، فيمكن أن يكون هناك بعض الترتيبات والتنسيقات، لكن على ما أعتقد أن الأمر سيكون فيه نوع من الأريحية ونوع من التفاهم للإنجاز في المرحلة القادمة. طيب، في سياق حديثك عن التفاهم، خلال حديث دبيبة أو تصريحاته الأخيرة كان لديه نوع من الثقة في أن البرلمان في طبرق سيوافق على تشكيلة حكومته الجديدة. على ماذا يدل ذلك؟ هل هناك اتفاق مسبق أو ماذا؟ هو ليس اتفاق مسبق أو تفاهمات. الآن مجلس النواب سواء المنعقد في طبرق أو في طرابلس أو غيرها، أو حتى المقاطعين، من خلال متابعتي لتصريحات العديد من هذه الشخصيات وما تفضل به السيد سيالة اليوم في تصريحه أنه يرحب بهذه الحكومة ومعه ما يقارب عن 77 عضو من مجلس النواب، جميعهم يرحبون بهذه السلطة التنفيذية القادمة. فقط يبقى الآن الأمر متروك للسيد عبد الحميد الدبيبة في تشكيل حكومة خبرات يبتعد فيها عن الشخصيات والأسماء الجدلية والشخصيات التي سببت معاناة وكوارث للشعب الليبي، ولذلك سيلقى قبول. وتبقى مهمة مجلس النواب هي التصديق، لأنهم الآن يجب أن يقوموا بمهمتهم التي عجزوا عنها لمدة 6 سنوات، وهي أن يتوافقوا على حكومة تخدم المواطن الليبي، ولذلك يشعرون أنها مسؤولية كبيرة وأنهم يجب أن يكون لهم دور في هذه المرحلة بأن يعطوا الثقة ويمنحوها لحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة. شكرا لك، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مصر، رئيس المكتب السياسي لحزب التغيير أحمد بن رجب، شكرا جزيلا لك. دوليا، شجع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند رئيس الحكومة المنتخبة عبد الحميد الدبيبة على تشكيل حكومة مصغرة ذات كفاءات لتحظى بثقة مجلس النواب سريعا وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي. وأحث نورلاند خلال اتصال هاتفي مع الدبيبة على ضرورة العمل لتلبية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء البلاد، خصوصا التي تتعلق بقضايا ملحة مثل الكهرباء ومواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى التحضير للانتخابات في ديسمبر القادم، مشيرا إلى استعداد بلاده لتقديم المساعدة لليبيا لإنجاح المسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار وفق قوله. هذا وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن ترحيبه باختيار سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا. هذا ودعا ماكرون رئيس المجلس الرئاسي إلى زيارة باريس في أقرب وقت ممكن، مؤكدا دعم بلاده لجميع الحلول السلمية التي تسهم في خروج ليبيا من أزمتها على حد قوله. وفي السياق ذاته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر للسلطة التنفيذية الجديدة، مشيرا إلى أن الأمور تسير نحو التحسن في ليبيا. وشدد الرئيس المصري على عزم بلاده التواصل مع السلطة الجديدة في ليبيا خلال الفترة القادمة، خاصة مع تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة مجلس النواب.
خرج أهالي مدينة هون في وقفة احتجاجية أمام مقر المجمعات الإدارية بالمدينة احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بخروج المرتزقة من المدينة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بالمنطقة. واستنكر المحتجون خلال وقفتهم عدم تنفيذ الوعود التي قدمها وفد حفتر الذي أرسله للمدينة للتهدئة بعد مظاهرات وأيضا عصيان مدني على خلفية مقتل المواطن أيمن عبد الله بوقصيصة على يد مرتزقة الجنجويد الداعمين لميليشيات حفتر. هذا وكان أهالي مدينة هون قد اقتحموا نهاية شهر ديسمبر الماضي مقر المنطقة العسكرية التابع لحفتر في المدينة مطالبين بخروج المرتزقة والقصاص منهم بعد تزايد الانتهاكات في المدينة. أقر رئيس حركة تحرير السودان ميني أركو ميناوي بوجود قوات لحركته داخل ليبيا، نافيا في الوقت نفسه أن تكون قواته قد شاركت في الحرب مع أي من أطراف النزاع وفق قوله. وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قد أعلنت إصرارها على المضي قدما في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، منوهة أنها بدأت فعليا في نزع الألغام ومخلفات الحرب تمهيدا لافتتاح الطريق الساحلي. يعد بند إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في اتفاق وقف إطلاق النار أكثر البنود تعقيدا بسبب تعدد أطرافه الداخلية والخارجية ومراحل تطوره طيلة سنوات الصراع الماضية. وبالتزامن مع مساعي اللجنة العسكرية في هذا الصدد، أقر رئيس حركة تحرير السودان ميني أركو ميناوي بوجود قوات لحركته داخل ليبيا، لكنه نفى في الوقت ذاته أن تكون قواته قد تورطت مع أي من أطراف الصراع. نفي ميناوي وإنكار مشاركة قواته في القتال يتناقض مع ما ورد في تقرير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي الصادر في يناير الماضي، والذي أكد مشاركة معظم الجماعات الدارفورية في العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات حفتر وعززت علاقاتها وتعاونها معها وفتحت قنوات اتصال مع قادة كبار بميليشيات حفتر منهم صدام حفتر وعبد الرازق الناظوري وحسن الزادمة. تقرير الخبراء المعني بالسودان لم يكتفي بهذا القول، بل كشف أيضا أن الجزء الأكبر من القوات الدارفورية ما يزال موجودا في هراوة 70 كيلومترا شرقي سرت وأماكن أخرى في منطقة الجفرة. الأمر الذي يأتي بالتزامن مع ما أعلنته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خلال اجتماعها عن إصرارها على المضي قدما في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، لكن بيان اللجنة لم يحدد هذه المرة جدولا زمنيا لخروجها، مكررة مطالبتها لمجلس الأمن والدول التي ينتمي إليها المقاتلون بسحبهم من الأراضي الليبية. خروج المرتزقة من البلاد وخاصة من منطقتي سرت والجفرة أحد أهم شروط تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وأولى الخطوات نحو إرساء الأمن والاستقرار وتجنيب البلاد أي صيد عسكري في المستقبل. بحث رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد الحداد مع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 فور وصولهم إلى مطار معيتيجا آخر تطورات الوضع العسكري والأمني بالبلاد. وبحسب رئيس اللجنة العسكرية اللواء أحمد بوشحمة للأحرار، فإن الاجتماع بحث ما توصلت إليه اللجنة العسكرية بمدينة سرت وتأكيد اتفاقهم على خروج المرتزقة الأجانب الذي سيفعل قريبا وفق تعبيره. كانت اجتماعات وجلسات رائعة، كان هناك الود والثقة المتبادلة ما بين الفريقين، وطبعا كان الاجتماع برفقة اللجنة العسكرية 5+5 اللجنة الفرعية من الضباط العمليات الميدان وكذلك ضباط من الهندسة، وتم التشاور في إن شاء الله البدء عن في القريب العاجل اللي هو يوم 10 في فرق الهندسة حتبقى في نزع الألغام والكشف عن مخلفات الحرب وإبعادها عن الطريق الساحلي لإن شاء الله العمل على فتح الطريق الساحلي ما بين الشرق والغرب. حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العميد فايز الدويري. أهلا بك سيد فايز. إذن دعنا نبدأ من تصريحات الأخيرة لرئيس اللجنة العسكرية لواء أحمد بوشحمة للأحرار بأنه تم فعلا الاتفاق على خروج المرتزقة الأجانب وأنه سيتم تفعيله
قريبا، هل يمكن هذه المرة التعويل على ذلك؟ يعني التصريحات بالمجمل، تصريحات بالمجمل ليس فقط حول المرتزقة ولكن حول معظم القضايا، المجلس الرئاسي الجديد، الحكومة التنفيذية الجديدة، هي إيجابية بصورة عامة، وآمل أن يتم ترجمة الأقوال إلى أفعال على أرض الواقع. لكن لا شك هناك عقبات، وأكبر هذه العقبات تتعلق في الوجود المرتزقة. الآن المرتزقة جاءوا من مناطق متعددة، سواء هناك اتهامات بمرتزقة من سوريا لدى طرفي الصراع، هناك اتهامات بوجود عناصر من الجنجويد، هناك حركة تحرير السودان، هناك من النيجر. إذن هناك العديد من المرتزقة موجودة على الجغرافيا السورية الليبية، مرتبطة باتجاهات مختلفة، أهمها جماعة الشرق، جماعة حفتر وعقيلة صالح. فمدى التزامهم بذلك يعطي مؤشر إيجابي. الآن ندخل في تفاصيل هذه الجماعات. الجماعات التي تجاوزا التي تم الحديث عنها من سوريا أو من الجنجويد أو من حركة تحرير السودان أو من النيجر، أمرهم يبقى سهل وإخراجهم يبقى ضمن المتاح، ولكن المشكلة تكمن في عناصر فاغنر. لماذا هناك مشكلة؟ أولا الحكومة الروسية تنفي بالمطلق أنه يوجد قوات روسية، وهذا كلام غير دقيق وكلام لا يعتد به، لأن فاغنر مرتبطة بطريقة غير مباشرة مع الحكومة الروسية وتمثل الحكومة الروسية، وهي تواجدت في سوريا على نفس صياغة تواجدها في ليبيا ونفت روسيا، ولكنها أسست لموطئ قدم أدى إلى تدخل روسي واضح بغطاء وقبول أمريكي أوروبي في سبتمبر 2015، وهم الآن موجودين في قاعدة حميميم وفي بناء طرطوس وغير ذلك. الآن السؤال، هل هناك إرادة دولية حقيقية رغم اتصال طيب الإرادة الدولية؟ نعم نعم، فيما يتعلق بالإرادة الدولية، خلال اجتماع أو اجتماعات سابقة تم الاتفاق على مدة 90 يوم لخروج المرتزقة، وكما رأينا لم يتم تطبيقه. بيان أمس لم يحدد هذه المرة أي مدة زمنية، بل طلب الضغط على هذه الدول الأجنبية وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على هذه الدول لسحب قواتها. ما دلالات ذلك؟ هل هذه أصبح أو هذا أصبح الحل الوحيد أمامهم؟ يا سيدتي، يعني إذا أراد المجتمع الدولي، إذا أرادت تحديدا أوروبا وأمريكا، تستطيع فعل ذلك. يعني لاحظي حول النفالي فقط، هناك توجه لفرض عقوبات على روسيا بسبب سجن المعارض نفالي، ويمكن أن ترضخ روسيا وتعيد النظر في تفعيل الحكم تحت أي ذريعة. إذا كانت أوروبا تحديداً الدول الرئيسية الكبرى في أوروبا، نبدأ ببريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، يضاف لها الولايات المتحدة، إذا كان لديهم إرادة حقيقية بإخراج قوات الفاغنر، سيدرج ذلك ضمن توظيف جماعي والتلويح بفرض عقوبات. روسيا ستسحب قوات فاغنر. قوات فاغنر ليست هي فقط مرتزقة، هي تواجد روسي حقيقي بسبب الموقع الجيوستراتيجي الهام لليبيا، وعملية الرضوخ تحتاج إلى ضغط. لهذا السبب أنا قسمت قوات المرتزقة ما بين الجنجويد وما بين بقية القوات القادمة من دول العالم الثالث، واستثنيت الفاغنر لأن الفاغنر له مهمة ورسالة في الرؤية الاستراتيجية الروسية، ولا بد من ضغط حقيقي تشترك فيه الدول مع القيادة الأفروكم الأمريكية، وتلوح باتخاذ إجراءات عند ذلك تذعن روسيا. طيب بعيدا عن المجتمع الدولي وعن الدول المؤثرة في ليبيا، اليوم ليبيا أمام معطيات جديدة، معطيات داخلية جديدة سياسية من تشكيل سلطة تنفيذية جديدة. هل تعتقد أن هذه السلطة الجديدة من شأنها أن تصنع نوع من التوازن يغير شيئا من الناحية الأمنية؟
بكل تأكيد يعني الآن الحديث عن حكومة تكنوقراط، الحديث عن حكومة تكنوقراط تمثل المجتمع الليبي هذا أمر مستحيل. هناك مطالبة بالسفير الأمريكي أن تكون حكومة مصغر، لكن هذا لا ينفي التكنوقراط. عندما نتحدث عن ليبيا أنا كمتابع ومحلل أنظر إلى الأقاليم الثلاثة الرئيسية طرابلس برقة فزة، وبالتالي أنا لا أنظر إلى البلدات والقرى داخل هذه الأقاليم الرئيسية الثلاث. أنا يجب أن يكون هناك تمثيل متوازن للأقاليم الليبية الثلاثة، ومن هذه الأقاليم نستخرج حكومة رشيقة وحكومة تكنوقراط. لكن أعتقد أن الطريق ليس سهلا، لأن هناك يجب أن نميز ما بين الحكومات السيادية والوزارات السيادية والوزارات غير السيادية، ولا بد أن نبقي أحد الأعين تنظر إلى الشرق تحديدا، إلى شخصيتين هما حفتر وعقيلة صالح، وبالتالي هؤلاء هم كانوا يمثلوا العقد في المنشار خلال السنوات الخمس الماضية. أنا لا أطالب بالخصومة معهم، ولكن أنا أطالب بالحوار الجاد الذي يوصل إلى نقطة وسطية ما بين القيادة الجديدة التنفيذية وقيادة المجلس، وما بين رجالات الشرق الأساسيين الذين حتى هذه اللحظة لا أركن كثيرا إلى تصريحاتي. الخبير العسكري والاستراتيجي العميد فايز الدويري، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك. أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج المبدئية لانتخاب المجلس البلدي، فوز قائمة التصحيح بأكثر من 1500 صوت. وذكرت اللجنة أن نسبة المقترعين بلغت نحو 20%، فيما فاز المرشح محمد الضبع عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرجحة سارة النعمي عن فئة المرأة. هذا وأشارت اللجنة إلى أنه يحق لكل ذي مصلحة الطعن دون رسوم في النتائج المبدئية أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض السبت تسجيل 17 حالة وفاة بفيروس كورونا و1132 إصابة جديدة، إلى جانب 1227 حالة شفاء. وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 124,000، من بينها نحو 18,000 حالة ناشطة وأكثر من 100,000 حالة شفاء، فضلا عن 1953 حالة وفاة. قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة فيروس كورونا المكلف سليمان بوسرويل إنه تم حجز 1,800,000 جرعة تكفي لتطعيم حوالي 1,400,000 ليبي من الفئات الأشد حاجة لها. وأضاف بوسرويل إنهم تواصلوا مع شركات موديرنا وأسترازينيكا وفايزر وجونسون أند جونسون لتوفير اللقاح، ودفعوا 9,600,000 دولار كدفعة أولى، منوها إلى أنهم اتفقوا مع كوفاكس على أن تكون الطعوم في ليبيا نهاية الربع الأول من السنة، مؤكدا أن الوضع الوبائي مستقر نسبيا ولكن هناك سلالة جديدة، وعلى المواطنين الاحتراز لأن ليبيا لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتحديد هذا النوع المتحور من الفيروس. إذن حالة من الخوف أصابت بعض العائلات الليبية جراء وفاة أول حالة مسجلة من الأطفال المصابين بفيروس كورونا. الأطقم الطبية والطبية المساعدة تصرفت تجاه هذا الخوف وأعلنت أن الحالة المسجلة كانت تعاني من أمراض مزمنة. نتابع. بعد تسجيل أول إصابة في ليبيا بفيروس كورونا لطفلة لم تتجاوز 13 عاماً ووفاتها جراء الإصابة بالفيروس، أصاب الخوف العائلات الليبية جراء هذا الأمر. الأطقم الطبية العاملة في هذا المجال دعت المواطنين للحذر فقط على الأطفال وعدم الخوف من الفيروس، باعتبار أن الحالة الأولى التي سجلت كانت تعاني من أمراض مزمنة. أول نقطة مهمة بنوضحها إن الأطفال يصابوا بالفيروس،
ويصابوا بالمرض، ولكن أغلبيتهم أسيمبتوماتيك، يعني أغلبهم ما يحسوش بأعراض لكن يقدروا ينقلوا المرض، والغالبية حالتهم تمشي أمورهم يعني يومين ثلاثة ويقولوا أوكي كويسين اللي عندهم أعراض، ولكن الغالبية أساسا ما يحسوش بشيء ويمر عليهم المرض بدون يعني كأنهم يحمل المرض يعني فقط. الحالة اللي صارت من كم يوم حالة نادرة جدا وما تحدثش باستمرار، كونها حدثت لا يعني ان الامر مخيف، ولكن حتى في العالم حصلت بعض الحالات وفيات الاطفال، حالات نادره جدا جدا واغلبهم يكونوا عندهم اصابات سابقه. عدم وجود مراكز خاصه باستقبال الاطفال وتشخيص حالتهم من حالات الاصابه او من عدمها مشكله كبيره تعاني منها العائلات الليبيه، بالاضافه الى عدم وجود احصائيه تبين الاعداد المسجله. الصغار زي ما تفضلت الدكتوره قبلي قالت ما خافوش عليهم، لان الصغيرين ما يطلعوش عليهم اعراض مناعتهم تكون عاليه، لما جسمهم يكون المناعه نتاعها نشطه، فتخاف على الناس الكبيره او الناس اللي عندها امراض مزمنه، هذه تخاف عليها تخش في كومليكيشن ثانيه، اللي هي تخش في اعراض ثانيه وتخش في ازمه اللي هي ازمه نفسيه في جهاز تنفسي، وتخش في اعراض ثانيه اللي هي تاثر على صحتها ومرات تاثر حتى على الوفاه نتاعها. انتشار فيروس كورونا في ليبيا ما يزال الى حد الان مقتصرا على كبار السن، وهو ما يدعو الجهات الطبيه والحكوميه للقيام بحملات توعيه للمواطنين لازاله خوفهم من اصابه الاطفال بالفيروس. يعرف نبات الشيح منذ القدم عند سكان الصحراء وخصوصا في أودية مساك وانشوع وبرجوج وادي عتبة لاستخدامه لعلاج الكثير من الأمراض، ما له طبعا من فوائد طبية جمة. إذن دعونا مشاهدينا نتابع المزيد حول هذا النبات. محمد المهدي خبير سياحة وأثار ببلدية وادي عتبة. حديثنا اليوم طبعا عن شجيرة تعرف باسم شجيرة الشيح. هذه شجيرة معمرة تنبت في بطون الأودية في الصحاري وتكون قابلة أو تتحمل العطش الشديد، وعندها القدرة على التكيف مع البيئة الصحراوية الصعبة، وتنمو وتزدهر عقب سقوط الأمطار مباشرة، حيث تنتج ورقات وتزدهر أكثر ما تزدهر في بعد الشتاء مباشرة. طبعا هذه العشبة هي عشبة طبية معروفة منذ القدم عند أهل البادية، وإحنا موجودة عندنا هنا طبعا حتى في منطقتنا هنا في مناطق أمساك، حيث يقطن أبناء الطوارق ويستعملوها، يستخدمها الجميع سواء كان البادية أو حتى الحضر في العلاج، وتستخدم في علاج الأمراض المتعلقة بسوء الهضم والتسمم الغذائي واختلاف الغذاء، فتساعد على فك عسر الهضم والمغص، وكذلك تساعد على تفريغ البطن من الغازات. توكل او يتناول هذه الشجيرة او الشيح، يتناول سواء بالاكل المباشر اللي هو تاخذ بعض ورقات هذه الشجرة تكون جافة وتمضخها مباشرة وتبتلعها، او تسخن او توضع مع الماء الفاتر او الساخن نسبيا، او حتى توضع مع الشاهي لتعطي نكهة، فتستخدم عدة استخدامات. تستخدم حتى في علاج الحيوانات، تستخدم استعمال بيطري، ان بعض الناس يسقوها للابل لما تكون ضمرانة، والله حتى السعي ايضا تساعد على تطهير الامعاء من الديدان. وليها استخدامات ايضا اخرى اللي هي تستخدم حتى في رشح، او احنا بالعاميه نقول زكام، توضع اغصان جافه منها على الجمر ويستنشق دخانها باستنشاق شديد، وحتى بفتح الفم لانها هي تقتل الميكروبات الموجوده في الانف وحتى في الفم. ايضا تستخدم اغصانها، تعتبر هي ماده عطريه، لما توضع على النار او على الجمر ويبخر بها البيت، او لان رائحتها زكيه وطيبه وتعطي تغير جو البيت، وايضا تساهم على قتل الجراثيم الموجوده في داخل الحوض داخل المنزل، لما انت تغمر البيت بهذه برائحه العيدان الشيح اللي موضوع على النار، ويعني وتطهر البيت ويصبح جو البيت رائحته زكيه، وكذلك تكون يعني تلطف البيت من الامراض الموجوده. إذا مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وسط الترحيب الدولي والإقليمي، دبيبة يعلن عزمه تشكيل حكومة تكنوقراط في غضون 3 أسابيع.
وبتزامن مع مطالب اللجنة العسكرية بسحب المرتزقة، أهالي هون يحتجون ويطالبون بخروجهم من المدينة. اللجنة العليا تؤكد حجز 2,800,000 جرعة من لقاح كورونا وترجع تأخره إلى الطلب العالمي عليه. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا زوروا موقعنا على الإنترنت بالأحرار.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.